مش عارف اذا كنت اتصرفت صح ولا غلط. كنت عايز احلب زول عشان احافظ على حياتك، بس انت ربيتني على الصح وما قدرتش اعمل الغلط. عرفت من الدكتور كل حاجة، عرفت قيمتك. أنا مش عارفة إزاي شايل كل ده لوحدك وساكت. أنا ما حسيتش بيك غير قريب. قبل كده كنت عاملة، كنت شايفة غير نفسي وبس. ما استاهلش كل مراتك. معلش اكون مسمار في كعب جزمتك. انت تستحق واحده احسن مني والله. واحده تملي عليك البيت. اتجوز اتجوز يا ابو الورد. والدكتور يقول لك حاجه زي كده ازاي؟ انا مأكد عليه ما جابش سيره. والموضوع ده هيفضل طول عمره سر بينا. انا بحبك يا ابو الورد. أنا ما كنتش راضي أبيع البيت عشان خاطر أبويا بس، لكن خلاص هبيع البيت وهنخش المستشفى وهتعملي العملية وربنا هيكرمنا إن شاء الله. العملية دي كلفتني البيت اللي حلتي، مش عايز هتبوظ يا سعدية. الدكاترة قالوا لي لازم أعصابك تبقى هادية عشان يعرفوا ياخدوا البويضة منك ويحطوها جوه الحضانة. فاهم؟ أي قلق هيبوظ العملية. إيه؟ لا هو أنا جهنة؟ أنا عارفة كل حاجة. ما أنا خارجة من ست عشان جوزوني صغيرة، ما أنت واخدني صغيرة. هيعمل جاهزين؟ هدي اعصابك. انا قلت لها كده. اتفضل بقى. ابو نوح لا اله الا الله محمد رسول الله. عمليه التخصيب هتاخد يومين. حصل تخصيب. مبروك. استعد. روحي هاتي المشرب من معك. لو سمحت اتفضل بقى. شد حيلك. Thank you.
كده ليه؟ خليك مكانك. ابو الوفا في ايه؟ ايه اللي خرجت من اوضتك؟ ايه اللي حصل؟ ليه خرجت؟ في المعمل ابني.